إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن التقوى زاد المؤمنين في رحلتهم إلى رب العالمين. أيها الإخوة، آيات من كتاب الله عز وجل ترسم الطريق للأمة وللأسرة وللفرد في أي حال من أحواله في هذه الدنيا، في أحوال أزماته ومشكلاته، في أحوال تقلباته، في أحوال غلبة أعدائه، في أحوال تيهه أحيانا وبحثه عن الطريق. اسمعوا أيها الإخوة في الله ماذا يقول رب العالمين، وانتبهوا لمقدمات الآيات، فإن الوقفة إن شاء الله ستكون مع آخرها. قال الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. أرأيتم إلى هذه المقدمات العجيبة؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كون هائل، من الذي خلقه؟ كون عظيم يمتد ويتسع، كما يقوله علماء الفلك في نظرياتهم أن هناك من النجوم التي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، تبتعد عنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من الذي خلق هذا الكون؟ من الذي أوجده؟ لماذا يفكر الإنسان في غير هذا الخالق الملك القادر الجبار سبحانه وتعالى؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. أي إعجاز وأي قدرة في هذه الأرض السابحة في هذا الكون المكورة التي جعل الله عز وجل فيها أقواتها وجعلها ذلولا ممهدة يعيش فيها هذا الإنسان آمنا مطمئنا. من الذي أوجدها؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله أكبر. من كل شيء، من بني البشر ومن النبات وحتى من الماديات وغيرها، كما يقول العلماء المتخصصون في ذلك: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أيها الإخوة، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو خالق الكون، فإلى أين يفر هذا الإنسان؟ جاء الجواب أمرا من عند رب العالمين، أمرا قويا جازما لك أيها الإنسان المكلف المكرم على هذه الأرض
هذا الأمر الجازم يقول الله فيه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاء بالنذارة المبينة الواضحة. فيا أيها الإخوة في الله، ما هو الفرار؟ الفرار هو الهروب، هكذا هو يعرف في لغة العرب. فر الإنسان من عدوه أي هرب، ومعنى هذا أن الإنسان مطلوب منه أن يفر في هذه الحياة، وأن يكون شأنه في كل أحواله أن يكون شأنه الفرار إلى الله تبارك وتعالى في كل ساعة من ليل أو نهار. ومن ثم جعلها ابن القيم رحمه الله تعالى، جعلها من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فمنزلة الفرار إلى الله هي منزلة قلبية يتحرك بها الفؤاد فيقود البدن، وتقاد الأمة إلى رب العالمين عبادة وإخلاصا وطاعة وسيرا في المنهاج الذي خطه نبي الهدى المقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، وإذا فتش الإنسان في أزمات أمة الإسلام اليوم رأى عجبا، وإذا نظر في القلق الذي يحيط بالإنسان رأى أمرا مهولا. فحضارة بلغت القمة في تقنياتها لم ترسل هذا الإنسان إلى السعادة الحقيقية. فتش الإنسان في كثير من الأسر فرأى قلقا بين الرجل والمرأة والأولاد والبنات والأطفال. وهذا القلق أيها الإخوة في الله إنما مرده إلى أن هذا الإنسان لم يعرف طريقه إلى رب العالمين كما يجب. أما إذا فتشت عن الإنسان في حاله فوجدته، فإنك ستجده في هذه الأرض وعلى مدار كثير من أوقات حياته يعيش حياة القلق إن لم يحقق هذه المنزلة الكبرى، وهي الفرار إلى الله عز وجل في كل أحواله. أيها الإخوة، والفرار إلى الله عز وجل ينقسم فيه الناس إلى قسمين كبيرين: الأشقياء، وهم الذين يفرون إلى غير الله. وانتبه معي يا أخي إلى كيف يكون الفرار إلى غير الله. يفر إلى غير الله عز وجل، تجده يفر إلى شرق أو إلى غرب أو إلى قوى غير رب العالمين، يفر إلى أن يوجد السعادة في منصب يتعلق به أو في مال يجعله غاية غاياته أو في شهوات يتعلق بها هنا أو هناك. يفر الإنسان إلى غير الله عز وجل فلا يجد إلا الشقاء، يجد سعادة وقتية لكن لا يمكن أن يكون أي فرار إلى غير الله عز وجل يديم هذه السعادة للإنسان. أما القسم الثاني فهم السعداء، وهم الذين يفرون إلى الله سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤونهم وفي كل حالة من حالاتهم. ولهذا فهو في حركة فرار حتى وهو في الطاعة
يفر إلى الله عز وجل طالبا الإخلاص، حتى وهو في حالته العادية يفر إلى الله يريد أن يجعل من أعماله كلها فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى. والفرار إلى الله عز وجل يكون من خلال عدة أمور أشير إليها باختصار. الأمر الأول، الفرار من الجهل إلى العلم، وهذا باب عظيم أيها الإخوة في الله، باب عظيم أن يفر الإنسان من جهله بربه وبما يجب له، ومن جهله بدينه وأحكام شريعة الله إلى الله عز وجل من خلال العلم النافع. والعلم النافع هو الذي يقود الإنسان إلى طريق مستقيم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن أخطر ما يمر بالأمة أن تزهد في العلوم الشرعية، من أخطر ما يمر بالإنسان أن تكون ثقافته هلامية من هنا ومن هناك، فإذا ما جاء العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والعلم الشرعي النافع وجد ثقلا، وجد صعوبة، وجد النفس لا تميل إليه كما تميل إلى قراءات وثقافات قد تمتد بصاحبها إلى قراءات منحرفة. والقراءة في الكتابات المنحرفة إذا ما أكثر الإنسان منها من غير منهجية دقيقة قادته إلى ألوان من الشكوك والضياع، بينما العلم الشرعي هو العسل المصفى، تأخذه يا عبد الله صافيا من الكتاب ومن السنة ومن صافي العلم النافع الذي سطرته أنامل علماء السلف رحمهم الله تعالى في شتى الفنون. إن هناك زهدا بالعلم في العلم الشرعي في هذه الأيام، قد يجد الإنسان له وقتا طويلا أمام محطة فضائية أو قراءة في جرائد ومجلات، ولا مانع من المتابعة الجادة، لكن أن يكون ذلك بديلا عن العلم الشرعي المؤصل، فاعلم يا أخي أن هذا لا يؤدي بك إلا إلى ألوان وأنواع من الحيرة أو الشكوك أو الجهل، وكفى به عيبا بالنسبة لهذا الإنسان. وإذا كان كذلك فعليك يا عبد الله أن تفر إلى الله من خلال المعرفة العلمية المؤصلة المبنية على منهج سلفك الصالح رحمهم الله تعالى، حتى ترفع من نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، يرفعهم درجات. وأي فرار أن يرقى الإنسان درجات وهو يتعلم هذا العلم الشرعي النافع. الثاني، وهو فرار نحتاج إليه جميعا، الفرار إلى الله عز وجل من المعصية إلى التوبة. وهذا فرار عاجل لا يقبل التسويف ولا التأجيل، وإنما العبد محتاج إذا ما قصر في واجب أو وقع في معصية أن يبادر إلى الفرار إلى الله عز وجل، ويعلم أنه لا ملجأ من الله ومن أليم عقابه من هذه الذنوب أو من هذا الذنب إلا إلى الله عز وجل بالفرار إليه عاجلا
وكما قلنا في المقدمة فرار هو هروب. أرأيت الإنسان كيف يهرب من نار مشتعلة أو من عدو معه سلاح يريد الفتك به؟ يفر هذا الإنسان المذنب إلى الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، يقول بلسان حاله وبلسان مقاله: يا رب اغفر لي وتب علي، يا رب إني مقبل إليك، يا رب لا ملجأ لي، لا ملجأ لي في هذه الدنيا من أولها إلى آخرها إلا إليك، أنت ربي ومولاي. والله عز وجل متى ما فررت إليه أقبل عليك وفرح بتوبتك. ويا أيها الإخوة في الله، هذا باب لا يدخل فيه بشر ولا يدخل ضمن تنظيرات فكرية أو فلسفية، وإنما هو باب يعيه الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم، باب حين تفر إلى الله من خلاله وتلجه فإن ربك سبحانه وتعالى قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يفرح بتوبة التائبين وإقبال المذنبين إليه الراجعين الذين ندموا على ما فعلوا وأقبلوا على ربهم مصححين لهذه التوبة صادقين فيها. فيا أيها الإخوة في الله، زمن الذنوب وكثرة الشهوات التي عمت وطمت من خلال عولمة طاغية وإعلام ومحطات فضائية فاضحة اخترقت الحجب ودخلت البيوت وغيرت القلوب، وصار الكثير الكثير يرى تغيرا في حاله وفي عبادته وتقصيره، ليعلم الإنسان أين المخرج من هذا؟ أين المخرج أيها الإخوة من فتن الشهوات؟ المخرج منها بالفرار إلى الله عز وجل بالتوبة، التوبة الصادقة. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فما أحوج الأمة، ما أحوج الأمة ومؤسساتها الإعلامية وغيرها، ما أحوج الأسرة التي اخترقت ودخلتها هذه الوسائل، وما أحوج الإنسان إلى أن يفر إلى الله عز وجل صادقا في زمن غلبة فتن الشهوات. أيها الإخوة في الله، إن الشهوات مرض، مرض في القلب وليست مظاهر فقط. والله يقول عن فتنة المرأة وهي مفتاح الشهوات ومفتاح الحرب الموجهة اليوم إلى الدين وإلى الكرامة وإلى الأسرة، إن هناك محاولات فاسدة مفسدة تقودها تيارات صليبية ويؤيدها وتؤيدها مدارس علمانية تريد أن تفكك الأسرة المسلمة، تريد أن يستقل الشاب وتستقل الفتاة، تعلمهم كيف يتمردون على الفضيلة، تعلم المرأة كيف تتمرد أولا على دينها وإيمانها بربها وحجابها وعفافها الذي تتعبد به رب العالمين، ثم تتمرد على ولي أمرها، ثم تتمرد على الأسرة المسلمة. ولهذا نلاحظ في بعض المجتمعات بدأت نظرية الأسرة تتفكك، فصارت المرأة تضيق من البيت، وصارت المرأة يعلمها الإعلام أنها ليست أم أولاد، ليست مرضعة وأم أولاد تخدم في بيتها وتبني الأجيال، يجب أن تكون مستقلة الاستقلال التام. والشريعة الإسلامية
حفظت للمرأة حقوقها بما لا يوجد في أي نظام شرقي ولا غربي، ولكن أيضا الشريعة الإسلامية هي شريعة متكاملة تبني المجتمع من خلال الاستقرار الأسري. إن التمرد على الدين وعلى ولي الأمر والتمرد على الأسرة المسلمة لا ينتج إلا مجتمعا مفككا كما هو الحال في البلاد الغربية. وللأسف الشديد أن بعض المجتمعات الغربية تعود إلى نظام الأسرة وتنادي المرأة بأن تعود أيضا إلى أسرتها وبيتها. وفي مجتمعات المسلمين التي عرفت فضل الله عز وجل ونعمته تبدأ من أول الطريق، تريد أن تسلك وأن تسير في طريق هؤلاء الذين أضاعوا دينهم قبل أن يضيعوا أخلاقهم. أيها الإخوة في الله، إن هناك دعوات للحرية والإباحية في بلاد المسلمين تفتح الشهوات على مصراعيها، ومن ثم فإنه لا بد من اليقظة التامة، وخاصة في منطقة الأسرة التي تجمع الكبير والصغير بالفرار إلى الله عز وجل من خلال فتن هذه الشهوات بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم. ثالثا، الفرار من فتن الشبهات، وما أكثرها في هذه الأيام أيها الإخوة في الله. الشبهات التي صارت ترد من خلال ندوات وكتب وروايات ومقالات تثير الشكوك في نفوس المسلمين فيما يتعلق بدينهم واستقامتهم على منهاج ربهم تبارك وتعالى. شبهات صارت تحول بين الإنسان وبين العقيدة الصحيحة والمنهاج الصحيح. شبهات أوصلت ووصلت ببعض المسلمين إلى أنه لا يكاد يفرق بين المسلم وغير المسلم، حتى لا يكاد يفرق بين مسلم ويهودي ونصراني، هذا صاحب كتاب وذاك صاحب كتاب ونحن أهل كتاب وكل مؤمن وكل ناجي. وهل جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام وختم بهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا لتقرير أن الدين عند الله هو الإسلام، وأن من لم يوحد ربه تبارك وتعالى بلا إله إلا الله ولم يتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون من أهل الإيمان أبدا؟ انتقلت هذه الشكوك إلى جوانب تتعلق بعقيدتنا وديننا، فصار لا فرق بين البدعة وغير البدعة، وصار الإنسان يسلك طرائق متعددة وكأن الحق نسبي، كما يقوله ربان المذاهب الفكرية المتزندقة في عصورنا الحاضرة، أن الحق نسبي، فقد يكون مع الكافر وقد يكون مع المؤمن، وقد يكون مع من سار على طريق الحق وقد يكون مع من سار على طريق الضلالة والبدعة. فصار في ذلك نوع من الشكوك في المنهج الصحيح الذي يجب أن يسلكه المسلم في حياته. أيها الإخوة في الله، شبهات حول العقيدة تعلمناها على عقيدة ومنهاج السلف الصالح، فلماذا تغيرت النفوس وصارت لا تفرق بين بدعة وسنة، لا تفرق بين منهاج سلف صالح على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين
مناهج ضالة منحرفة تسير يمينا وشمالا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند أصحابه فخط خطا مستقيما وخط من حوله خطوطا وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. ثم امتدت الشبهات إلى قضايا وأحكام الشريعة الإسلامية. امتد هذا ليصبح الأمر فوضى، فوضى في الفتاوى، وفوضى في أخذ الأحكام الشرعية. وكما قلنا صارت المسألة ترتبط بأن الحق نسبي، فإذا اختلف العلماء فخذ بأي قول قاله أحدهم ولو كان مرجوحا بل ولو كان شاذا، وتعلقت النفوس من أجل شهواتها وأهوائها ومجارات العصر كما يقولون، تعلقت النفوس بسقطات والأقوال المرجوحة هنا وهناك. والمؤسف أيها الإخوة في الله أن يتحول هذا إلى منهج قد يزل الإنسان في مسألة واحدة فيرجح ما ليس راجحا، لكن أن يتحول المرء إلى منهج في كل شأن من الشؤون الأسرية أو المالية أو الأخلاقية أو الأحكام الشرعية، كل مسألة رأى فيها خلافا يأخذ بأحدها كما يهواه. أيها الإخوة، تحول هذا إلى لون من ألوان الشكوك حتى في أحكام الله عز وجل وشرعه ودينه. ومع العلم بأن المسلم أيها الإخوة في الله واجب عليه أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو المعصوم. فإذا اختلف العلماء وأنت تعرف خلافهم فلا يجوز لك أن تأخذ بما تهوى، بل يجب عليك والحالة هذه أن تأخذ ما رأيت دليله راجحا. فإذا كان فيه خلاف ثم رأيت أحد القولين أقرب إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا خيار لك. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لتلاميذه يوما: إذا جاء الحج فتمتعوا، أي التمتع في الحج، فقال له بعض أصحابه: يا ابن عباس، ولكن أبا بكر وعمر أفردا في الحج. فقال ابن عباس كلمته المدوية لتلاميذه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ أيها الإخوة في الله، هذه الفتن في باب الشهوات قادتها مدارس عصرانية عقلانية تريد أن تواكب العصر الحاضر والعصر الحديث، تريد أن تواكب متطلبات الغرب الصليبي الكافر للمسلمين ومواكبة العصر والجري وراء شهوات الناس وأهوائهم. ونحن نعلم علم اليقين أن شريعة الله كاملة ميسرة لا حرج فيها، والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن الشريعة انضباط أيها الإخوة في الله. فللأسف الشديد هذه المدرسة إن صح التعبير إن سميها عقلانية عصرانية تقدم العقول على دلائل الكتاب والسنة، غلب فكرها وانتشر من خلال كثير من وسائل الإعلام، ففتنت بها النفوس، فصارت النفوس ليست صافية أمام دلائل الكتاب والسنة، لا تقدمها أولا، وإنما تبحث في العقول هنا وهناك وفي أقوال الرجال هنا وهناك لتقدمها على الصريح الصحيح من كتاب الله
ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل العلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى، كل واحد منهم قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي وخذوا به. بل قال بعضهم: اضربوا بقولي عرض الحائط. وقال الشافعي وغيره: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه هي مدرسة الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهي مدرسة العلماء الذين نهجوا المنهاج الصحيح في مسائل الأحكام الشرعية. فإذا وقع الخلاف بين العلماء فليس لك أن تأخذ بما تهوى. ويا أيها السائل، لا يجوز لك أن تبحث مع العلماء هنا وهناك حتى تجد واحدا يفتيك بما تهوى في مسألة اقتصادية أو غيرها. اتق الله عز وجل واعلم أنك تعرف. اعلم أيها الإنسان، حتى العامي يجتهد في تقليد من يقلده، فلا يقلد من هب ودب، وإنما يسأل من يثق بعلمه ودينه. أما أنت يا طالب العلم ويا من عندك شيء من المعرفة، فإذا عرفت أن في المسألة خلافا فأنت تستطيع أن تأخذ بشيء من الترجيح حين ترى هذا أقرب إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، لا بد من الفرار من فتن الشبهات. فتن الشبهات غلبت الكفار، غلبت المناهج الغربية والشرقية وانتشارها في بلاد المسلمين. الشكوك والأفكار المنحرفة من علمانية وعقلانية وغيرها تلاك في كثير من الوسائل الإعلامية وغيرها، فصارت النفوس فيها شيء تحتاج معه إلى الفرار إلى الله عز وجل، الفرار إلى رب العالمين من فتن الشبهات. لأن الشبهات إذا استحكمت أظلمت من خلالها القلوب، فصار الإنسان ضعيف العبادة، ضعيف الإرادة، ضعيف السير إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فلا بد يا أيها الإخوة، لا بد يا أيها الإخوة من الفرار إلى الله، بأن تفر مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفرار إلى الله لا يتم إلا بالهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله في الأقوال والأعمال والطاعات والشكران. الفرار الأول إلى الله عز وجل بالإخلاص له وطاعته، أن تفر إلى الله عز وجل في هذه الحياة وتهاجر إلى ربك سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته وامتثال أمره. وأعظم معالم هذا الفرار إلى الله أن يتعلق قلبك بالقرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين. الثاني، الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليه. الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطعت لما مات
كما هو معلوم، ولكن المقصود الهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والسير على منهاجه، أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتدارس سيرته، وأن تتبعه في كل شأن من الشؤون. فإذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تقدم قول غيره عليه، كائنا من كان هذا الرجل. أيها الإخوة في الله، لا بد من الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن نسير مجتمعا وأسرة وأفرادا، بأن نسير إلى الله عز وجل، لا نلوي على شرق ولا على غرب، لا على فكر علماني متزندق، ولا على أفكار بدعية تثير الشبهات. فالحق واضح، الطريق واضح، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين، لم يكتم شيئا مما أنزل إليه، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالطريق واضح، ووسائله وطرائقه خطها لنا علماء الإسلام وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فعليك يا أخي في الله بأن تسلك هذا الطريق حتى تلقى ربك، فإن رحلتك في هذه الحياة رحلة قصيرة، والمتاع قليل، والقدوم على رب العالمين لا بد منه. أيها الإخوة في الله، إن الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن فتن الشبهات والشهوات أمر حتم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو الفتن والقتل، العبادة. إذن أوقات الفتن، أوقات الأزمات، الأمة بحاجة إلى أن تعود إلى الله عز وجل، أن تقطع تعلقها بغرب أو شرق، بقوى من هنا أو هناك، تعود إلى ربها سبحانه وتعالى. إذا اشتدت الأزمات وتحزبت الأحزاب على الأمة، فلنكن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تحزبت عليهم الأحزاب يوم الأحزاب. قال الله تعالى عن المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. الثبات، الثبات أيها المؤمنون بالله، ليس في الدنيا، ليس في الدنيا شيء يدعوك إلى أن تتغير أو تغير من منهجك لتلتفت يمينا وشمالا. الثبات، الثبات حتى تلقى ربك يا عبد الله. فالطريق واضح، والمنهج مستقيم موصل إلى رب العالمين. أيها الإخوة في الله، لنحذر كل الحذر من أولئك الذين إذا استحكمت أزمات أظهروا أعناق النفاق والشكوك، كما في غزوة الأحزاب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيها الإخوة، كم نقرأ أحيانا ونسمع من فلتات لسان تقول لنا إن حفاظنا على ديننا وعقيدتنا وتمسكنا بمنهاج السلف الصالح ما هو إلا تزمت وتطرف وغرور؟ هل نساوم على ديننا وعقيدتنا ومنهاجنا لمقالة هؤلاء المتهوكين الحيارى عباد الشرق والغرب؟ لا يا أخي في الله، لا يا أخي في الله.
لا ملجأ لك من الله إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا طريق إلا إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم فاجعل لنفسك ولأهل بيتك تنطلق انطلاقة عملية قبل أن تكون نظرية، انطلاقة عملية لتعلم وتربي نفسك وأولادك ومن حولك آخذا بزمام الاستجابة لهذا الأمر في كتاب رب العالمين: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اللهم ارزقنا الفرار إليك، اللهم ارزقنا الفرار إليك، اللهم ارزق قلوبنا وأسرنا، اللهم ارزق أولادنا ذكورا وإناثا، اللهم ارزقنا جميعا الفرار إليك من هذا الزمن الصعب، زمن الفتن، فتن الشبهات والشهوات. اللهم ارزقنا الفرار إليك يا رب العالمين، واهدنا وثبتنا على دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تصلي وتسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم. اللهم ونسألك أن تحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل حياتنا حياة إيمان وثبات إلى أن نلقاك. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.